مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. كما شفتوا بحذانا اخصائيه التغذيه شيماء العياري. صباح الخير. شو احوالك؟ صباح النور فاطمه. صباح الخير صفاء. يعيشك. دونك اليوم باش نحكيو على الشهي عند الصغيرات، كيفاش نجمو نشجعوا صغيراتنا باش ياكلوا. اما قبل شيماء كان تسمح نرجعوا بحذا لشيف. مرحبا فاطمه، نرجعوا لكوجينتنا كيف ما قلت ومكملين مع بعضنا مع الشيف فتحيه اللي قاعده تحضر في الحلو. دونك وين وصلنا شيف؟ الوغ انا هنا كما تشوفوا فيه نجي ناخذ شويه التمر، عملته فتله نبرمو قد كعبه التمر. التمر اللي نقصه قول عليه تمره، لكن انا عجنته بجلجلان. تنجموا راهو اللي يحب الفاكهه ينجم يحط تمر بالفاكهه، ونسكر عليه مشوك. اوس كيفاش يتخطخوا مع بعضهم يطيبوا، ومن بعد نسقطوا لهم الحوت نتاعهم. نمشيوا لفاطمه. يعطيكم الصحه اللي شايف. نرجو نحكيوا مع اخصائيه التغذيه شيماء العياري اللي باش تحكينا كيفاش نجموا نخليو صغيراتنا ياكلوا، خاصه انك اللي روسهم صحك اللي ما يحبوش ياكلوا الجمله. سورتو توا فاطمه صيف وامتحانات، دونك الصغار باش يبداو هكا شويه ستريسي، وزيد يلقاوها فرصه اللي هما باش ما ياكلوش ويهربوا من الماكله، خاطر فما برشا صغار ما يقبلوش الماكله وزيد يهربوا من الماكله. وزاد لي بارون هذي اللي هما عليهم برشا، خاطر يبداو يحبوا باش يغصبوا بالسيف على الصغير باش ياكل. اوخ كو كي تخليه هو على راحته يختار الماكله اللي هو يحب عليها، ولا يطيب حتى معاك، ولا تدخله في الكوجينه يشارك شويه في لي بلا، يولي عنده لابيتي خير. كيفاش نجم نشجع صغيري باش ياكل؟ اذا تقولي انت يشاركك في الماكله هو يختار، اذا كان هو ما يخممش اصلا باش ياكل. الساعه يلزمنا نعرفوا شنو الاسباب اللي تخلي الصغير ما عنده فقدان الشهيه، خاطر فما برشا امراض اللي تخليهم هما يفقدوا الشهيه، يلزمنا نعالجوا الاسباب هذوك. هذا بيان سور يدخل فيه الطول والوزن وحاله الصغير، اذا كان ياكل كيما الكبير عنده لي ام سي نتاعو لانديس ماس كوربوريل، معناها طوله على وزنه يلزمه ما يتجاوز اونتر 18.5 و 25، معناها نورمال هذا العادي اللي يتيح على 18.5 هذاك باش يتيح في الميغور. كيما الصغار زاد عندهم الكورب نتاعهم، طولهم على عمرهم والوزن نتاعهم بارابور على عمرهم. اذا كان هما في الميغور معناها في حاله ضعف وعندهم انوركسي، معناها فريمون فما صغار ما يقبلوش الماكله جمله، يغصبوا عليهم ويبداو. حتى فما برشا عباد بعديك يقول لك راهو غصبت عليه بالسيف ولا يرد. فوالا دونك يلزمنا نعرفوا الاسباب، خاطر ساعات راهو
ما يبداش من الصغير، هو اللي ما يحبش ياكل يبدا عنده حاجه في بدنه اللي هي تخليه عنده فقدان الشهيه ذيك، لازمنا نلوجوا عليه هي قبل ما نلوجوا على الحلول اللي باش نعطيو الماكله للصغير. هات نبداو من الصغير وهو صغير بكل شيء. ساعات تلقى ما نعرفش انا صغير تولدك ماك تعرف ما تلقاش بصحته برشا وكل شيء، قال لي وكلوا درا شنو عمل له العظم الرايب عمل له درا شنو. انا ديما نقول تخصيب على الماكله، لا مش تخصيب، هو صغير ما يعرفش يغصبوه ولا ما يغصبوهش، معناتها نبداو نحطوا له نزقوه احنا نقولوا بالتونسي كالعصفور نبداو ناكلوا فيه بسيف كما تلقاش صغير مبندر هكا خده قد نكه. باهي صغير ما نحسوش روحنا عنا صغير. الصغير باهي كي يبدا هكا معناه ياكل وعنده الشهيه ويقبل لك الماكله، وحتى كي تنوع له في الماكله ولا تنوع له في الغله هذاك يقبل. دايوغ فما برشا صغار وهما معناها ما نحكيوش على عمر قبل العامين وثلاث سنين، نحكيو من ثلاث سنين الفوق دايوغ فما برشا صغار عندهم الرجي للماكله واماتهم ما يفيقوش بها. علاش احنا في العمر الصغار نقولوا راهو يلزم ديفيرسيفيكاسيون، يلزم تصير بالحاجه معناها اذا كان باش تعمل برود ولا باش تعمل له حاجه باش تدخلها له الماكلته يلزم كل حاجه تشوفها وحده باش تشوف اسكو عنده الرجي ولا. برشا صغيرات كما قلت لك يفوتوا عمر ثلاث سنين هما يبداو مش قابلين الماكله وهما فريمون يبدا عندهم الرجي من الماكله هذيك سورتو الجلوتين. فما برشا صغار يبدا عندهم الرجي من القمح، يعطيه المقرونه الكسكسي الخبز الحاجات اللي فيهم الجلوتين، هو ما يقبلش الماكله على خاطر عنده مشكله في المسرن نتاعو، تقلقوا يولي يرد، هذاك لي بارون ماهوش قاعدين يفهموا فيه. وزاد نخاف وزاد كيف نغصبوا على صغارنا ولا ناكلوهم بزيد وهما خاطر وقتها ما ينجموش يعبروا على هو شبعان ولا جيعان، انه تصير نقولوا احنا تحل فم المعده اللي هو حاجه خايبه الماكله تولي نمشيو في حاجه اخرى في الاوبيزيتي. احنا هنا نحكيو على الانوريكسي معناها العباد اللي عندهم فقدان في الوزن وفقدان يعني نحكيو على التخصيب انا نحكي تخصيب يحل المعده فوالا تحل المعده يولي المعده تقبل برشا ماكله ويولي يدخل فيك السيركل نتاع الاوبيزيتي. احنا نعرفوا اللي الاوبيزيتي تقدم العمر نتاعها فما برشا صغيرات يعانيو منها ولا يعانيو من السكر تيب 2، دونك فما برشا حاجات قاعدين يصيروا في اعمار مبكره معناها ماهوش في العمر العادي الطبيعي اللي نجم يصير فيه. دونك الاعراض كما قلت لك النجم الصغير عنده فقر الدم هذا اللي يخليه ما ياكلش، النجم الصغير عنده حساسيه من ماكله عنده الرجي منها، النجم عنده الكريات البيضاء تبدا عاليه فاطمه في الدم دونك يولي ما عندوش شهيه، النجم كارونسي اون زانك كي يبدا ناقص في الزانك يولي الشهيه يفقدها، كارونسي اون فيتامين بي 1 الاوميغا 3 زاد يحفز الشهيه شويه كالزيت نتاع الحوت ينجم يعاونهم شويه، دونك يلزمنا نلوجوا على السبب اللي يخلي صغيرنا علاش هو ماهوش قاعد يقبل في الماكله ولا يتحسس من الماكله اذا كان ياخذها معناها ولا ساعات صافي فما صغار تلقى ماهمش ناشطين معناها تلقى يبدا فابل تحاول الماما تخرجه تهزه يعمل شيء ما فما صغار ما ياكلكش الغوبا مثلا تحط له انت طبقه صحن ومزين هو يقول لك ديما زين في الماكله سيرتو للصغير ما يخلي اكل البلا نتاعو إلي غرينيات ما ياكلش لو بلا دو ريزيستونس نتاعو ولا البلا برانسيبال الوغ كو يعدي نهاره كامل هو يتنوش في الحكايات الفارغه ديكو يلقى روحه تقنع شبعان وماهوش ياكل في حاجه مهمه لهنا. وي صحيح فما برشا صغار تصير معاهم العمليه هذيا، احنا شنو نقولوا؟ نقولوا الصغير اللي ما يحبش ياخذ 3 غوبا باغ جور، ما يسالش اذا كان تقسم له، معناها تلقاه ياكل دي كونتيتي صغار، قسموا له حتى 6-7 مرات في النهار، تعمل له بلانينغ، 8 ياكل، 10 ياكل، كل ساعتين تلقاك براتيكمون توكل فيه، لي كونتيتي يكونوا صغار وديما نوصيو، خاطر فما برشا امات يقول لك هو طونكو ماهوش قاعد ياكل خليني نعمل له دي جو، معناها باش تقلل عليه الماستيكاسيون، معناها باش ما يمضغش ما عملش غون افور، دونك تولي تعمل له جو تعطيه له هو يقنعوا الجو هذاك يولي جوكو ما عادش ينجم ياكل. فاسد فطور. الامات اللي يحبوا باش يعملوا جو ديما نقولوا خليه بعد الفطور، فاسد فطور فوالا، ديما تخليه بعد الفطور تنجم تعمل له لي جو هذوك ينجموا يحطوا فيه البنان، الشوفان، قاعدين يجتهدوا لي مامون يحطوا فيه برشا حاجات نوتروتيف في وسط الجو هذاك، اما ما يكونش هو العمد عليه، معناه ما يكونش هو في بلاصه الفطور نتاعو، خليه يفطر فطوره نتاع الصباح ومن بعد زيدوا حاجه سوبليمون.
اليمونتيغ كيف من هكا، فيه برشا عناصر غذائيه ميسالش، اما ما تجيش تعطيه الجو هذاك قبل الفطور. حاجه اخرى زاد شرب الماء ناكد عليه، ما يلزمكش تعطيه برشا ماء قبل الماكله وفي وسط الماكله، الماء ديما خليه لهم بعد الماكله. فما زاد عباد ياخذوا حاجات دي كومبليمون اليمونتيغ مثلا، تلقى الباز نتاعو حلبه ولا بولندا باي اللي يحلوا الشهيه، منصوح به ولا؟ الحلبه هي راهو تحفز الشهيه بصفه كبيره، وباهيه برشا للبدن، دايوغ فيها برشا دي فيتامين وفيها برشا منافع للبدن. دونك احنا لهنا نحكيو على حاجات طبيعيه نجمو حتى في الدار، احنا تنجم المامون ترحي له شويه حلبه مع شويه فاكهه تخلطها له وتعطيه يشرب اذا كان يقبل صغير، ما قبلش حتى باش تعطيه دي كومبليمون اليمونتيغ ا باز دو فينيغريك ولا فيها البولين ولا زاده كيف كيف فما اللي فيهم ليفور دو بيير ولا كلك فيتامين. ليسونسييل لي فيتامين ما يلزمهمش يعملوا سيغ دوز، يلزم ديما باستشاره الطبيب نتاعهم يعرف لي دوز اسكو هو حتى من لي سامبتوم نتاعو يعملوا ديغنوستيك، مش لازم حتى بالتحليل يعرفوا كارونسي فك الفيتامين هذاك ولا نجم هو يعطي حاجه سوبليمونتير. دونك يردوا بالهم لي مامون ما يشريوش حاجه من مخاخهم، حاجه كيف من هذيا فيها دي بلونت وهكا الاعشاب اللي خاطر ساعات راهو صغير راهو ما ينجمش ياكل لك حاجه فيها حلبه ولا ما يحبش ليغو، كي تحطه له انت فيك الجيلول ولا تحطه له في وسط الياغورت ما يفيقش به، ينجم يعاد هذيا ما عندوش مضره على بدننا. مع حاجات اخرين الكومبوزيسيون تاع دي فيتامين يلزم ديما نستشيروا الطبيب نتاعنا. معقول، ميرسي بوكو شيماء العياري اخصائيه التغذيه. قبل ما نرجع بحدا لشيف خلينا نشوف سبوت الخاصة بفريدول. صحتك توجع فيك؟ هاني جيت. في عقلك كلمة فوق الدرسة ولا السنة اللي برا من غادي. هوني اجا وين مشيت؟ كلمة دول فوق الدرسة ولا السنة اللي توجع، وكلمة دول هذايا حرابش. استنى فيري دول بند بوست مضمض بيه بعد ما تحك سنيك. كلمة دول ينحي وجيعة السنين في رمشة عين. دونك فيري دول وكلمة دول نلقاوهم في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. أكثر معلومات نجم تطلبوا 74 441 999. نعطيو كلمة للي شيف. مرحبا بكم فاطمة. دونك بعد ما الصوص نتاعنا طابت لازم يتهرى الشيخ نتاعو. دونك هنا خليوه دوبا نفرشوه مع الصوص، ما نقعدوش نحركوه، يلزمو يطيب في صوصه هكاكا من غير ما يتحرك. من بعد نزيدو عليه المكرونه نتاعو وصحه وبالشفاء لكم. انا المكرونه كما قلت لكم اليوم سباغيتي انتجرال من عند ورده، اخترتها سباغيتي هذيا اللي بالحبوب المزيانه برشا، ساعدنا في الرجيم، ساعد الرياضيين، فيها برشا الياف، دونك تخلي لكم طاقه في بدنكم على طيله اليوم. نمشيو لفاطمه.
مشكورين لي شيف يعطيكم الصحه. لوغ احنا تويكا وقيت زاده باش نحكيو على لابوغاتوار اللي هو يانغ هيلث اللي باش نتعرفوا عليه. اللابوغاتوار هذا فاش قاعدين يعملوا بالضبط؟ والممثله على اللابوغاتوار هذا هي مدام منال جمور خياطي. صباح الخير مدام. مرحبا فاطمه. مرحبا وميرسي على كو يعيشك. دونك مدام نعطيك كلمه باش تشوفوا فما برشا دي برودوي معناتها حسب ما يورينا سيت المخرج. هي الجام راهو فاطمه اكبر من هكا بالحق تبارك الله. جوست نقدموا بارتي صغيره ان شاء الله المره الجايه نقدموا البارتي الاخرى. متفقين. دونك يونغ هيلث لابوغاتوار موجوده في ديار بن سالم في بن خيار. اي دونك كيما تشوفوا عندنا دي برودوي دامانسيسمون، عندنا دي فيتامين، عندنا زاد باك بور لي زونفون اللي هي كيندر هيلث، جام اخرى جام بيدياتريك فيها دي بونبون فيتامينات نحكيو عليهم من بعد افيك بلوس دو ديتاي. اما توا خلينا نعرفك اون جينيرال معناتها شنو فيه اللابوغاتوار. مع لي كومبليمون اليمونتير عندنا زاده الجيل هيدرو الكوليك، عندنا لي غوندور الكل من 100 مليليتر حتى 5 لتر لي بيدون دو 5 لتر، عندنا دي سوليسيون هيدرو الكوليك فيها 100 مليليتر 500 مليليتر و 5 لتر. عندنا هذه زاده كيندر سبراي هي السوليسيون هيدرو الكوليك اما الصغيرات اللي يحبوا يهزوها معاهم سورتو تويكا وقت امتحانات وكل شيء باش يبداو مطمئنين على اولادهم. دونك يعملوا السوليسيون هيدرو الكوليك حاجه برك اللي فيها 70% الكول فيها الكول كو سوسوا لي سوليسيون ولا الجيل الكل فيهم الكول 70% الكول. سينو نقدموا دونك تو بالبارتي بالبارتي. دونك اول بارتي باش نبدا بها هي البروتيين. دونك عندنا البروتيين اللي تتمثل في الماكس برو البو هذيا البو دو 750 غرام فيها اون بودر هايبر بروتيني فيها 85% دو بروتيين. كي نقولوا 85% دو بروتيين معناتها كونسونتراسيون الفي كي نقارنوها باللي برودوي الاخرين الموجودين على السوق 85% ما تلقاهاش في لي برودوي الاخرين وهذه الحاجه اللي تميز ماكس برو دو يانغ هيلث. سينو كيفاش البودر فيها؟ دونك بودر الكو نتاعها شوكولا تتحل في الماء ولا في الحليب الكو نتاعها بنين برشا تعملها كيما تحب زاده انت والتكستور اللي تحبها. تحب تعملها كوم اون كريم والا تعملها ميلك تشيك شوكولا ولي كيما تحبها انت معناتها تنجم حتى تنوع مره تاخذها كريم مره تاخذها باش ما يقلقش. تعرف كي واحد يبدا ياخذ ديما البروتين يقلق من الكو ويقلق من كل شيء. دونك كل مره تنجم تعملها بالطريقه اللي انت تحبها. هذه باش نضعف ولا باش نسمن باش نزيد نفسر للناس؟ البروتين اللي عندنا عندها برشا ادوار مش باش تضعف وتسمين برك زاد لي بيرسونز اجي ينجموا ياخذوها ينجموا ياخذوها لي سبورتيف سورتو نعرفوا لي سبورتيف على المسكولاسيون يحبوا لي بروتيين. لوريجين نتاعها دونك ليتي معناتها دوريجين ليتي فيها زاده شويه ابيض نتاع العظم ماهيش فيجيتال وهذه حاجه اخرى زاده تميز الماكس برودوي نتاعنا. معاها البو هذه معاها دوزيت لي 3 دوزيت فيهم 45 غرام دو بروتيين. بربي فاطمه نحب نقول حاجه هوني للناس اللي يتفرجوا فينا اللي الماكس برو ولا البروتيين مهما كان نوعها راهو ما تتخش بلاش نوتريسيونيست ولا طبيب يتبع معاك ليتا دو سونتي نتاعك يعمل لك بيلون لبدنك الكل يشوف قداش تحتاج بروتيين خاطر نعرفوا ناخذوا في ماكله اللي بوتيتر تبدا فيها كونتيتي مهمه نتاع بروتيين. الكونتيتي الناقصه هذيك نكملوها بالبودر بروتيني. سينو اذا كان باش تاخذ بروتيين اكاهو يولي ان ريجيم ايبوكالوريك هيبر بروتيني تتعمل كان على البروتين وزاده فيها يلزم الطبيب باش يقول لك شنو هما الحاجات اللي فيهم بروتين وتنحيهم من الريجيم نتاعك. ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل هذه خاطر اكثر ينجم يحكي فيها النوتريسيونيست ولا النوتريسيونيست مرا. دونك فوالا هذا الماكس برو نعطيوها كما قلت لكم لي سبورتيف الكونستركسيون تاع الماس مسكولير وتمنع زاده اون ميم طون الديغراداسيون تاع الماس مسكولير في البيريود دو سيش. البيريود دو سيش اللي باش نقصوا فيها باش نحيوا فيها الغريس من المسك. دونك السبورتيف يولي ياخذ البروتين بور باش يحافظ على الماس مسكولير. كيف كيف زاده ناخذوها لي بيرسونز اجي اللي عندهم لاتروفي مسكولير وساركوبيني. لاتروفي مسكولير وساركوبيني معناتها امراض تخلي انه المسك يبدا تعب كيما نشوفوا برشا رجال كبار ولا نساء كبار عندهم مشكله في الماستيكاسيون. المسك نتاع الماستيكاسيون تعب اللي القاعدين معناتها اللي ما يتحركوش اللي عندهم اعاقات دونك يلزمهم حاجه تشد العضلات نتاعهم باش ما تصيرش ديغراداسيون نتاع الماس مسكولير. وفي لي ريجيم ايبوكالوريك كيبر بروتيني تحب تضعف تنجم تاخذ البروتيين وتنحي الماكله والا مع الماكله تعاون بالبروتيين. كيف كيف بور لا دينوتريسيون نعرفوا برشا عباد زاده يمرضوا بامراض اللي تتسبب في نقص في الوزن كيما لطف عليك الكونسير الانوركسي برشا امراض دي مالادي انفلاماتوار وغيره. دونك تاع
يحتاجوا البروتيين في البدن، حتى بوست وبخي اوبيراتوار معناتها العمليات اللي داخلين في عمليات يحتاجوا البروتيين كما قلت لك على الماس مسكولير باش نحافظوا على الماس مسكولير وبسي الكونستركسيون تاع الماس مسكولير. هذه بالنسبه للماكس برو هو راهو بحر كان ناخذ نحكي معاك. ماكس برو تجي بحدنا تحكي لنا اكثر. ما عادش نجم نعطيكم المهم المهم. سينو مع الماكس برو فما اللوسين. اللوسين هو اسيد من ليزاسيد اميني برانشي مع الفالين وليزولوسين. اللوسين هي من اهم ليزاسيد اميني برانشي. يتعطاو سورتو بور لي بيرسون زاجي كيف كيف بور لاتروفي مسكولير وساركوبيني. يعاون على الكونستركسيون تاع الماس مسكولير ويمنع الديغراداسيون تاع الماس مسكولير. كيما البروتيين اما هذا اسيد اميني مش بروتيين فهمت. دونك كي نحيو البروتيين نجمو نعاونو باللوسين والا مع البروتيين ناخذو زاده اللوسين. اللوسين كيما قلت لكم دونك بور لي سبورتيف ياخذوه كيف المسكولاسيون بور لي بيرسون زاجي كيف كيف حتى لومونيتي فما ابحاث اخيره تثبت انه اللوسين به لومونيتي نتاع الانسان. فوالا دونك هذايا اللوسين من لي اسيد اميني برانشي كيما نقولوا الشيف نتاع لي اسيد اميني برانشي فهمت. فوالا هذوك زوز تاخذوا مع بعضهم تحب تاخذ اللوسين هكا هاو باش تحافظ على الماس مسكولير نتاعك سورتو واحد طاح لطف عليك تكسر ولا حاجه باش ما تصيرش الديغراداسيون تاع الماس مسكولير ياخذ اللوسين باش يعاون بها باش يحافظ بها على الماس ويعاون حتى في الكونستركسيون تاع الماس مره اخرى. باهي برشا. هذايا اللوسين. باهي نوتري فاست هذيا نفس اللي موجود في الماكس برو نفس البودر اما اون ساشي للناس اللي ما تحبش تاخذ كونتيتي كبيره تاع بروتيين ما تحتاجليش برشا تحتاج الساشي. الساشي فيها 23.8 غرام دو بروتيين. ياخذوها كوم كولاسيون والا الطبيب بيان سور يقول لهم بالضبط كيفاش ياخذوها يحب ياخذ لي ساشي ولا يحب ياخذ البول اللي فيها 750 غرام. فوالا غاديك درينور يظهر لي اي فوالا هذوما لي درينور. عندنا لاكتي درينول وعندنا الماسي درينول. كي تقول لي شبيهم علاش صحيت انا عرفتك انا عرفتك تسال في السؤال هذا. دونك لاكتي درينول فيه دي بلونت وفيه دي زالك les extraits de zinc, l'extrait d'orthosiphon, le frêne, focus, ou chien dent. Maintenant, il y a la composition qui est l'actidrénol, maintenant des plantes, des extraits des algues. Donc, draine et dépure ou élimine les toxines. Ils aident pour les jambes lourdes, surtout pour les cures d'amincissement. Donc, les filles, le mokawonet, les cures d'amincissement. Le chrome, il faut ينظم مستوى السكر في الدم سورتو تيب 1 تيب 2 سامحني. الاورتوسيفون الفرين الفوكس يعملوا ليفي كوفان اي او ميم طون يحرقوا الشحوم زاده عنده ليفي نتاع البرول غريس. كيف كيف الكوليسترول لو موفي كوليسترول لو موفي كوليسترول دونك فوالا دونك به برشا لاكتيدرينال. حاجه برك لاكتيدرينال فيه ليوت دونك يبدا فيه ليود لي زيبرتيرويدي ما ينجموش ياخذوه. دونك وليو ياخذوا الماكسي المانسي درينال. وليو ياخذوا المانسي درينال. المانسي درينال فيه 7 بلانت اكتيف كيف كيف باهي اما لاكتي درينال يكون اقوى خاطر فيه لي زالك. لي 7 بلانت اكتيف باهيين ليليميناسيون تاع الماء بون فونكسيونمون دو فوا لي تروب سيركيلاتوار. باهي وكيفاش نستعملوهم هذوما؟ كيفاش نستعملوهم؟ باهي بالنسبه للاكتي درينال ناخذوا 10 مليليتر نحطوهم في كاس ماء كبير 3 فوا بار جور. هذا الانسان اللي ما نجمش يهز دابوزا ماء ويقعد يدور بها نهار كامل معناتها. سينو 30 مليليتر في دابوزا ماء كبير على طول النهار نشربوه. فهمت؟ باهي. باهي. المانسي درينال 15 مليليتر في كاس ماء كبير 3 فوا بار جور والا في دابوزا ماء كيما لاكتي درينال. هذا 10 مليليتر وهذا 15 مليليتر. باهي. ونورمال العباد مثلا عندها مشكله في الكلاوي ولا حاجه؟ لا ديما اللي عندهم بروبليم نتاع كلاوي وكل شيء ديما ماذا بينا الدرينور لا هو اصلا ما يلزموش يشرب برشا ماء معناتها. دونك دو بريفيرونس الدرينور لا. باهي باهي عندنا الفيبر فيجيتال. فيبر فيجيتال سون دي فيبر باهيين الكونستيباسيون بور لا فام انسانت. دونك باهي الكونستيباسيون اوغمونت الفوليوم دي سيل في البدن وستيمول موفمون في التوب ديجيستيف. اي اون ميم طون فيها لي في كوفان ناتوريل كي ناخذوها ربع ساعه قبل الماكله وبالحق لي في كوفان نتاعها مش عادي بالحق معناتها اللي جربها يحصل كيما نقولوا بس خاطر معاهم معناتها في لابوراتوار ما بالحق اللي في نتاعها باهي برشا. دونك كيفاش الكونجاك يا باس دو كونجاك الكونجاك يتلقى مع الماء في المعده يتنفخ. دونك ياخذ بقعه في المعده تولي تحس بسونسيسيون انك شبعان فوالا شبعان ما تنجمش تاكل برشا حتى باش تاكل تاكل كونتيتي صغيره. فوالا هذايا بالنسبه للفيبر فيجيتال. عندنا ماسي برولور
ماشي بغولور به برشا هذايا فيه لي بلونت ليزمين باش يصير البغولور دو غريس باش لحقوا معناتها لي غريس لي بلونت ليزمين في الطبيعه اللي موجودين في الطبيعه معناتها ناتوريل او ميم طون يحرق الطريقه حس كنت متكيه وقمت بعد عدي هكا جيبها الوغ شنو في فيه الغوارانا في تي فير غارسينيا تارتريت والكروم الكروم كما قلنا مقبله نظم مستوى السكر في الدم الغوارانا عندها ليفي بغول غريس وايفي كوفان ناتوريل او ميم طون التي فير والغارسينيا والتارتريت بهين الكوليسترول وفيهم زيدا ليفي تاع البغول غريس باهي هذايا المنسي بغولور هذايا دونك ديما من المستحسن انه نرجعوا للطبيب ولا نرجعوا للمختص في التغذيه باش يعطينا اكثر التفاصيل على حكايه كيف ما هكا خاطر هو اكثر في الدومين معناتها يعرف اكثر المنافع نتاعها تفضل سلام وسلم توا نحكيو على بعد عطينا الغوتور اي بيان هي ديجا ضعفت حسيت نرجعوا للكيف هي سافا مي سمينا بس ما نصورش تستحق البغولور دو غريس لا نستحق خذ ال خذ الزوز الفيبر فيجيتال حاجه برك سامح شقص عليك فاطمه الكرينيوتاج اونتر لي روبا برشا نسيت قاعد تدور في الكوجينه شويه خبز شويه الكرينيوتاج هذاك اللي ما بين الماكله والماكله كي نقعدوا نتفتفوا فيه هذاك الكل يتنحى بالفيبر فيجيتال باه نحكيو نختموا بالكندر نختموا بالكندر هيلث كان كيما قلت لكم دي بونبون فيتاميني بور لي زونفون فيها 9 بواط كل حكه فيها 60 كعبه sans gélatine, sans arôme, sans colorant, اي حاجه ارتيفيسيل مش موجوده فيها اي حاجه تضرب الصغير مش موجوده فيها البوزولوجي نتاعو ناخذو من 3 ل 6 ans ياخذوا حتى 3 كعبات في النهار دو 6 ل 12 ياخذوا حتى 7 كعبات في النهار 6 كعبات نقولوا ميساج في النهار هو 4 5 راهو كافي اما اذا كان تحب في فيسع وغبيد ناخذوا حتى 7 كعبات في النهار تسحكم دونك فما ديفونس اللي فيها ليكيناسي البروبوليس والفيتامين سي فما الفيتامين سي اللي فيها الفروي داسيرولا اللي غيش اون فيتامين سي فما الفيتاليتي اللي فيها بلان دو فيتامين لي فيتامين اللي يحتاجهم الصغير على طول النهار تلقاهم في الفيتاليتي باهيه بور لا فاتيك الصغيرات ديما فاشلين سورتو الصغيرات اللي عندهم اون اليمونتاسيون مال اكيليبري ماهمش قاعدين ياكلوا بالكدا دونك ناقصين فيتامينات باش تلقاو الفيتامينات نتاعهم الكل في الفيتاليتي عندنا كرواسونس فيها الفيتامين دي اللي يحب الطول ويحافظ على العظام وكل شيء الاوميغا 3 الاوميغا 3 الصغيرات الكل يحبوا الاوميغا 3 صغار وكبار ما حال الكل ياخذوا في الاوميغا 3 دونك الاوميغا 3 معها الجولي رويال اللي هي مهمه برشا للشهيه زيدا للصغير اذا كان يحب حد شهيه يحل شهيه صغيره الاوميغا 3 بور لا كونسونتراسيون اي لا ميموار باهي برشا عندنا البروبيوتيك بور لا فلور انتستينال تو سكي انفيكسيون بالونمون دياري كل هذاك اللي عندهم ديما المشاكل هذوما ياخذ البروبيوتيك باش يرتاح معناتها في ليزانتيستان تاعو الفير ديما نعرفوا لي سيرو دو فير ولا لي كابسول فيهم الكو ميتاليك ديما الصغير يهرب من السيرو نتاع الفير خاطر الكو هذاك دونك لي بونبون يظهر ما فماش حل احسن من انه باش تمد له كعبه حلوه فكره مزيانه برشا ناكد لك كل في بونبون ناكد لك زاد صغير يكون مش ياخذ دواء شو اللي ياخذ اكثر من صحيح والله اكثر من الدزاج اللي لازم ياخذه في النهار هذاك علاش عملنا البوشون سيكوريزي فهمت كي الدور يدور في الهواء لازمك تنزل وبعد الدور باش تنزل كبير هو اللي يعطيه مش وحده باش ما ياخذش فكره حلوه زاد من انت اللي يحب ياخذ خليني نكمل لك جوست الميموار فيها الفيتامين ا فيتامين سي فيتامين او والغرين دو لان اللي هي غيش اوميغا 3 ومازال السومي بور لي زونفون هايبر اكتيف فيها حاجات يرتحوهم اي يرتحوهم مش باش ياخذها باش يرقد ما لا باش ياخذها بور لي تروبل دو سومي فهمتك باهي اللي يحب ياخذ فكره اكثر على لي برودوي نتاعكم منال كيفاش نجم يتصل بيه كيما قلت لك الجام مازالت كبيره دونك بور بلوس دو ديتاي ولا بور بلوس دانفورماسيون نجم يكونتاكتينا على الباج فيسبوك يانغ هيلث راك تشوفوا ديجا في ليكرون موجود الاسم والا الباج نتاع كيندر هيلث زاد كيف كيف نجاوبوا على لي ميساج نتاعكم الكل ونلقاوهم هذوما لي برودوي الكل معناتها الباقي زاد نلقاو في الفارماسي موجود سو سون دي برودوي فارماسيوتيك نلقاهم في لي فارماسي ولي بارا فارماسي ما تلقاهمش في بلاصه اخرى جوست في لي فارماسي ولي بارا فارماسي مشكوره منال جمور الخياطي ممثله على لابوغاتوار يانغ هيلث اللي قلت تدخل على الباج فيسبوك نتاعهم وحتى الانستغرام وتشوفوا لي برودوي الموجودين عندهم الكل تنجموا حتى تبعثوا لهم مساجات وتستفسروا اكثر على المنتوجات نتاعهم الهايله برشا خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا Thank you.
وردة سرنا المحبة. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار، ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تي وينو الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف ما سهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة، برشة تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفنن ونحي تعب نهار كامل. سمحني أختي، عندك أمي يمتد زناف لقوي المناعة. صف عايشك. صف أما سيو عندك أمي يمتد زناف لك ما هو لقوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا بي أمي يمتد زناف أختي، ريتو هذا يقوي المناعة، فيه زنك كله زنك، وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا أمي يمتد زناف نشاط وحيوية. إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.